فيديكا رح تكون مرتي. سهيل استني تركيني. انت شو عم تحكي؟ انت بدك تقهرني يعني؟ اللي شو بدك اللي؟ بدك ضل ابكي بسببك؟ خلصنا يا امي، شو بكي؟ حاجتك بقى ابنك هلا مبسوط، لهيك لازم تكوني مبسوطة كرمالي. ما في فائدة من الحكي معكن. أنا اليوم في عندي شغل مهم كتير، لأنه أول شي لازم أمنع زواج فيديكا وتخلص من هداك السيء جوتام وبعده عن حياتي، وأهم شي هلأ لازم روح أتزوجها. هذا قرارك النهائي؟ ايه هذا قراري النهائي، قرار نهائي. انا من عائلة أجروال وما منغير رأينا، بس انا كمان اخذت قراري النهائي، انا رح زوج فيديكا وغوتام من بعضهم، ورح يتم هذا الزواج هون عندي بالبيت، وانا بنفسي اللي رح اهتم بزواجها لفيديكا. ولسه كمان شغلة ساهيل، أنا لسه ما خلصت حكي، أنا ما رح أكل وأشرب لحتى أمن إنه زواجها لفيديكا رح يتم بأسرع وقت ممكن. أنا ما رح أكل لبعد زواج فيديكا وغوتام، وأنا بوعدكن بهذا الشيء. وشو رح تستفيدي عمتي؟ مفكرة إنك رح تأسري علي وتغيري لي رأيي؟ ليش ما بتوافق؟ بيملى معها، عمرك 24 سنة، هي عمرها 42، شو هالارتباط؟ كيف رح تتزوجها قلي؟ ساهيل لا تفهمني غلط، أنا ما رح انتقدك، بس فيديكا وافقت على الزواج من غوتام وانت عم تتطفل على حياتهم هلأ، لأنه هو شخص ماله منيح. أنا متأكد كمان إنه هو مو مثل ما عم يحكي. فهم بس شغلة يا سهيل، لو هالشي كلفني موتي، بس بتشوف رح خلي فيديكا وغوتام يتزوجوا بأسرع وقت. إذا حابة تجوعي حالك لتثبتي وجهة نظرك، أنا من بكرة رح أعمل مثلك، ولحتى يصير الشي اللي بدي إياه أنا ما رح أكل ولا أشرب شي أبداً يا عمتي ليلتغي زواج فيديكا عن غوتام. وأنا بوعدك بهذا الشيء يا عمتي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.